السلام عليكم يا جماعة، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم جاناكم فيديو جتي حياة واقعة. لا تنسوا تحطوا اشتراك وسبسكرايب ولايك وتابع ممتع. خلينا نسوي طلالون. عساك ما نبي يزعج، ها المركز ما بيزعج. شلون قال الكلمة؟ السلام عليكم يا جماعة، جيب هوا يا عسكري. بس اسوي مقابلة، اسوي مقابلة مع حضرتك. طيب اعطي هوية كمواطن. ابشر، تفضل. انا دكتور وبدي اسوي مقابلة مع حضرة وزير ك خله يدخل. كافية. السلام عليكم يا حضرة الوزير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. حضرة الوزير، جاني طلب من حضرة مدير المستشفى، لازم اسجل صوتك يعني بالهالمايك، اوديه لحضرة المدير المستشفى كشوف. ما عندكم مصور؟ مصور ما يعني، هي انا جاي على عبارة تبعية تسجيل الصوت واخذه عند وزير مدير المستشفى. يعني المدير مشفى بيسمع بس صوت، يعني بده يشوفها حياتك الوضع الكورونا. يعني ما عندك مسكه جاهزه يا الوزير. تسلم تسلم. اعطيني اهو، تفضل. بس اسالك سؤال يا حضرة الوزير. اسال اللي تبي. حبيبي الله يسعدك. انت بس ممكن افحصك يعني معك المرض؟ الله لا الله لا يقدر، يعني معك المرض كورونا هيك؟ لا الحمد لله، الحمد لله ما فيني الا خير. كعساكر كمان يعني فحصين كلهم؟ كل شيء تمام؟ كلهم فحصين، عندنا دكتور جاهز وكل ساعه، كل ساعه ونص يفحصني، يعني ما عندك اي مشكله. تمام. والتنظيف بالمركز كيف؟ كل يوم نعقم المركز كامل، و كل مكان راح تلقى معقمات. اوكي يا جماعه، خلصنا مقابله مع حضره الوزير، هلا بنسوي مقابله مع مواطن. هذا مواطن. يا حضره المواطن. هلا والله. معك دكتور. نعم والله. حبيبي الله يسعدك، بس تعال عزي عشان ما يجوا سيارات، ما يعني يذبحنا. شوف يا حضره المواطن، بتعرف يعني المدينة الدولة العربية يعني الأجنبية في مرض كورونا يعني. اي سامحنا. كنحن مثلا دكتور يعني لازم نشوف وضع المواطنين مشان نخاف على حياتهم. بس شلون يعني، شلون تعقم ايديك؟ تغسل ايديك كيف يعني؟ ممكن تقلنا. كل كيف؟ واغسلها واتسبح يعني. تمام كويس. وقت تاكل يعني ما في انزعاج وبالبطن و اي لا كل شيء زين. تمام كويس، يعني ما بتراجع، ما بتعمل يعني راسك ما يوجعك، ما يجيك سخونة؟ لا. تمام الحمد لله، انت ما معك كورونا، وخليك معقم ايديك وتم غسل ايديك، خليك نظيف عشان يعني يصير معك، ما يصير معك الكورونا. والله يحميك ويعطيك الف عافيه. حضرة مواطن، انت مواطن صريح وعذبتك معي، يعطيك عافيه. حضرة مواطن، يا حضرة الحاكم، جايين نسألك عن وضع المدينة. امبارح سمعنا يعني اجا شي 300 شخص مات الوضع الكورونا. تمام. هذا الوضع صحيح كذب؟ انا ما اعرف هالشيء هذا، بس انا امس حذرت عند شو اسمه وزير الاعلام، حذرت قدام الكاميرا قدام كل الناس، قلت اي مواطن يطلع من بيته في المرض هذا يتحمل اللي يجيه، فقلت انتبهوا في بيوتكم احسن لكم. ايوه بس نحن فانا يعني حذرت كم مره ولا حد يفهم الكلام، تطلع تبوس الناس تحضنهم، وش الفائده؟ صح. ثاني يوم جينا مريض ويلا عالجوني، الحكومة عالجوني، ما راح اعالج احد منا، اي واحد مريض بيموت ولا نعدم احنا. لانه اجى لعنا على المشفى وشي 200 شخص. وثاني شيء انت لابس حق لبس اسعاف، مو لابس كمامة ليش؟ دكتور انا حضرة الحاكم، انا يعني معقم وكل شيء يعني.
امسك معاهم. ها شوف هذيك حق وجهك. شوف شوف اخوي ما انا فوق، انا بريء امك بريء ام الدين. طب اسمع اسمع دقيقه اسمع، شايف هذا المباحث اللي قدام؟ تشوفني قاعد اصور في قاعد اصور في وزاره الاعلام. اخر شوي لا ما تروحون وزاره لا وزاره الاعلام هذا خربتك. بس بيع العشره لا تمد يدك والله قوية. يا حضرة الحاكم بس بدي منك تنزل الإعلان يعني على الجريدة، تحكي مع الشركة في الجرائد. أنت مع الإعلام، أنت تكلمهم، أنا ما يدخل. أوكي أنا بنزل الحاكم، نعطي أوامر وأنت تودي أوامر عندهم. أوكي ما في مشكلة، إن شاء الله خير ويعطيك العافية وأخرناك يعني على وظيفتك. لا عايش دعوة، أنا تحت خدمتكم كلكم، أي مواطن فاسد أنا أخدمه، أي مواطن صالح ما أخدمه. إيه عادي هذا حاكمنا فاسد. أدرف أدرف أنت كيف عيد حال أنت حاك شلاي 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 حضرة المايك والكاميرا الحقوني. شايف هذاك المواطن؟ والله مواطن كان تصرف تصرف خاطئ جدا، خطير جدا. خطير جدا، وانا الحين بلغت عنه وان شاء الله راح يمسكونه، ان شاء الله راح يتعاقب يتعرض حق المساءلات القانونيه. وترى مو رابط الحزام، مين ما خاف على حياته. اي ونحن يعني انا بلغت على رقم اللوحه حاليا مع كل الملازم. طيب حبيت اعرف عن نفسي، فالحين راح بلغت عنه والعساكر يعطيهم العافيه، راح يكون قبض عليه، راح يتم احالته للاجراءات القانونيه. كويس. بس نحن بدنا نسألك يعني كنحن معك بروفيسور ممكن تنزل من السيارة ونسوي عشان نسوي معك مقابلة. نعم مشان مقابلة بسيطة. أفا عليكم أفا عليكم، يا مرحبا، يلا نتحيي عن الطريق. بس بس على الطريق روح لانيك. أيوة بس قفل سيارتك عشان ما حدا ياخده يعني. هي خرج جبل. اوكي يا حضرة العسكري خلاص، في مسابقة على فلوس رنيتين. اهلا وسهلا. ايه بس شوي. بس سؤال يا حضرة العسكري. تفضل. نحن عم نشوف يعني مقابلات على عشان الفيروس كورونا. شوفوني مادة. وش السؤال؟ الفيروس كورونا. كانت تتجنب والله. منو اللي يتكلم سوزان؟ كيف؟ والله وات يو سبيك يا حضرة المواطن، حرك من هو انت. انا احكي حرك ولا سوف يتم محاسبتك محاسبة قانونية. نعم نعم انا بحكي مع العسكري مو معك. يلا انا سؤالك يا حضرة البروفيسور. السؤال مشان فيروس كورونا. قرب قرب من المايك عشان صوتك ينسمع. كيف تتجنب كورونا؟ كذا اوكي؟ ايه تمام. والله انصح كل الناس ان يقعدون في بيوتهم ويتجنبون الطلعات الخارجيه والتجمعات. لا العكس قلبي، عشان ما يجي كورونا يا قلبي. يعني عشان ما يجي كورونا. طيب ايه، وكل حد يجلس في بيته و... لا وما يطلع الا وقت الضروره. غلط، لازم تطلع برا البيت. هذا مواطن تلزم المواطنين وتشماطن وتكحوازي عشان ما يجي كورونا. مواطن فكر مواطن، ترى راح تتحاسب محاسبة قانونية. نعم. منو هذا اللي يقول هذا الكلام؟ أقول كلمة الحق. هذا مواطن جنبك. أنت هذا هذا شكله متعاطي هذا. نعم هذا. ودي الفحص. نعم هلا لازم. يا عساكر. يا عساكر في وراي كامري رقم لوحته 578 أرجو. غلط ورقم الكعبة والله مرقمها 578. يا أخي غني أسنى. شوف يا حضرة عسكري. اهلا. كنحن يعني عم نسوي مقابله عشان الوضع كون وشان يعني حياتكم، نخاف على حياتكم. تخاف على حياتي؟ طيب ليه ما تلبس كمامه؟ طيب الله يعطيكم. انا عادي انا معقم يعني معقم ايدي طبعا. بعد ربع ساعه راح نوزع على كامل. دقيقه خليها تكلم. بعد ربع ساعه راح نوزع على كامل المدينه كمامات. افا تبهر. الله يعطيكم العافيه. الله يعطيكم العافيه. الكمامات والتقييم اليدين. الكمامات تجيب الكورونا يا قلبي. لا لا غلطان انت يا حضره مواطن، لازم انا اخذك حاليا على المشفى عشان يعني اسوي له فحص، اخذ دمك وكل شيء يعني.
لكن الصراحة صراحة الجهود المبذولة من قبلكم يا وزارة الصحة صراحة لا تقدر بثمن. والله ما قصرت. اوه لازم ناخذ دكتور كمان العسكري كمان. لا لا هذا لا صحي ايش لازم حجر الصحي هذا اتمنى ان يعني لا شوية زكام شوية زكام شوف حجر صحي حجر صحي يا مصر ما عنده حرارة شوف ما عنده حرارة شوف ما عندك حرارة شوية ما في حرارة شوية ما في يا شباب ما في يا حضرة